واحد من النجوم الكبار اللي حققوا إنجازات كبيرة جدا ورائعة جدا للمارد الأحمر، السوداني المصري عاشق مصر، النجم اللي أفتكر عم عبده البقال اللي أخده في 93 في 73 وحبسه في بيته علشان ما يروحش في حتة ويوقع للأهلي. أفتكر عم عبده كان عنده بعد نظر قوي، لأنه أفتكر برضو كان عارف أنه شطة هيكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة القدم المصرية. كابتن شطة برحب بيك ومنورنا. مساء الخير يا كابتن. حضرتك طيب؟ مساء الخير. مقدمة حياة مرة من عنصر نسائي. ايه رأيك؟ منورنا يا كابتن. جدا حبيبي. شكرا. منورنا يا كابتن. منورنا. طبعا اشكرك جدا. منورنا انت، وحشني طبعا على المستوى الشخصي، ومنور البيت الكبير بيتك، وعلى المستوى طبعا طبعا ما ترددتش ابدا والله لما بعتولي، وحتى ماتش باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ كان شغال وانا في الطريق جاي للبرنامج. خلص 1-0. طب 1-0 الحمد لله. انا بالنسبه لي الحمد لله. لا طبعا منورنا يا كابتن. حضرتك قيمه كبيره جدا في على مستوى لاعب، على مستوى كمان على مستوى الفني، وعلى المستوى كمان الاداري. حضرتك كنت المدير الفني للاتحاد الافريقي، اعتقد ده يعني مسؤوليه على مستقبل الكره الافريقيه من خلال هذا يعني التايتل وهذه المسؤوليه الكبيره في الاتحاد الافريقي. فهنتكلم مع حضرتك كتير جدا، هنتكلم في كواليس كتيرة جدا، بس نطلع تقرير ونرجع مع الكابتن العظيم الكابتن شطة. عبد المنعم مصطفى حسين الشهير بشطة، واحد من أبرز نجوم الجيل الذهبي للنادي الأهلي، رفقة مجموعة من اللاعبين الذين لا يمكن نسيانهم في تاريخ القلعة الحمراء، وعلى رأسهم الأسطورة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي. ولعل ما لا يعرفه الكثيرون عن نجم الأهلي السابق والسكرتير الفني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم شطة أنه سوداني الجنسية، لكنه منذ أن دخل القلعة الحمراء أصبح مصري الهوى، كما أصبح واحدا من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير المارد الأحمر بفضل أدائه الرجولي ومردوده الرائع داخل الملعب. ولد شطة في العاصمة السودانية الخرطوم عام 1952، بدأ حياته الاحترافية كلاعب كرة قدم في صفوف نادي التحرير السوداني وعمره 18 سنة، وظل به خلال الفترة من عام 1970 وحتى عام 1972. وفي ذلك الوقت بدأ أيضا دراسة الهندسة في جامعة الخرطوم. في عام 1973 انتقل شطة إلى مصر لمواصلة دراسته بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعرضه لاعب الهلال السابق ذو الأصل الأرمني سوريين إسكندريان على المجري هيدي كوتي المدير الفني للأهلي في ذلك الوقت، فأعجب بإمكانياته الفنية لكنه اعترض على قصر قامته وضعف بنيانه. وهنا كان دور الجنرال محمود الجهري الكبير في حياة شطة، حيث كان مدربا عاما للأهلي واستطاع إقناع هيدي كوتي بقدرته على تطوير بنيانه وأدائه مع الفريق. وداخل أسوار القلعة الحمراء وخلال 10 سنوات من عام 1973 وحتى عام 1983 عانق شطة المجد، فحقق لقب بطولة الدوري الممتاز 5 مرات وكأس مصر 3 مرات، كما كان ضمن الكتيبة التاريخية التي حققت أول لقب دوري أبطال إفريقيا للأهلي في عام 1982. كما اختير أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر أكثر من مرة، بعدما وظفه هيدي كوتي في هذا المركز الجديد على الكرة المصرية في تلك الفترة. اللحظة الحاسمة اللي هو قرار اعتزال شطة ويودع فيها الملاعب. وفي نهاية موسم 82-83 أعلن شطة الاعتزال ليبدأ مشوار التدريب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي،
ووصل شطة لمنصب المدرب العام مع الإنجليزي آلان هاريس في موسم 93-94، وفي هذا المركز خلال موسمين حقق مع الأهلي لقب الدوري الممتاز مرتين ولقبا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. مسيرة رائعة لكابتن شطة، وهنتكلم عن مشواره وتاريخ حضرتك الطويل جدا اللي لا يكفيه الصراحة هذا التقرير يعني، لكن الأول وفي البداية حابة جدا أعرف رأي حضرتك بعد طبعا مباراة القمة امبارح والمهمة اللي اتصعبت على مستر فايلر، تقول إيه عنها؟ أنا المباراة طبعا بالنسبة لي من المباريات اللي هي بتبقى فيها إخفاقات من خلال توظيف اللاعبين وأدائهم الفردي، يعني كلها أخطاء فردية. الأخطاء اللي حصلت في هذه المباراة من الدفاع أخطاء فردية، لكن إحنا طبعا اتعودنا في حياتنا إنه دايما لما يعني عندنا مباريات مهمة ويحصل لنا إخفاقات العودة بتبقى سريعة طبعا، وبتبقى كمان الريكفري بيبقى أقوى، ودايما بنحس بالالم اللي بيحس بيه الجمهور، فدايما من قبلينا من 48 اول بطوله الدوري النادي الاهلي كان بيكسب على 10 سنوات لحد 58، وبعدين حصل خسر في الستينات، لكن بعد السبعينات بقى طفره كبيره 10 سنين، وبعد كده بقى بتخش في الحاجات دي. فالريكفري دي او الريتيرن ده مهم جدا بالنسبه للاعبين، لازم يحسوا الاحساس ده انه المباراه كانت فيها انلك بالتاكيد. توفيق حقيقي. كان حقيقة بعيد تماما عن كرات كتيرة جدا كان النادي الأهلي ممكن يحقق بها المكسب، بس طبعا في كل مباراة لو لا هناك أخطاء مش ممكن فريق يكسب أو يخسر إلا من خلال أخطاء موجودة في الفريق، فطبعا الأخطاء موجودة وواضحة جدا، مش محتاجين نتكلم عنها، كلها أخطاء فردية نتيجة تمركز دفاعي، نتيجة ماركينج، نتيجة الحقيقة عدم الالتزام بالنواحي الخططية، يعني في أمور كثيرة جدا حقيقة ارتبطت في الحتة دي. لكن أنا بعتقد إنه زي ما هي كابتن محمود الخطيب انا شايفه يعني اجتمع باللاعبين، يا جماعه احنا يعني وقعنا وقعه صغيره لكن لازم نقوم بسرعه، ومن خلال هذه المباراه نستطيع ان نصحح الاخطاء بشكل افضل ولو رب ضاره النفع. وانا كنت بتكلم مع كابتن شطه في نقطه مهمه، وحضرتك طبعا لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب يمكن قضى كتير وسنين في النادي الاهلي، اللعيب ساعات في وقت من الاوقات بيحتاج يخسر، ودي نقطه الناس بقول لك يمكن ما تفهمهاش، لكن في وقت من الاوقات اللعيب محتاج يخسر علشان وخاصة في النادي الأهلي. أنا عارف وحضرتك أكد على الكلام دوت إن ولاد النادي الأهلي متعودين إن بعد الخسارة بيكون في نوع من مش عايز أقول الغل ونفسهم يلعبوا الماتش التاني ده بكرة. بالتأكيد أنا بعيد عليك في الكلام ده، لو إحنا زمان هي كنا لما تحصل نحس إن الفرقة يعني فكت شوية نتيجة برضو أنت عارف اللعيب برضو مراد بيمر بفترة اسمها فترة الزهو أو الانتشاء، المكسب ورا المكسب ورا المكسب مطمن والمكسب ورا المكسب بيخليك عارفه ريلاكس، بيخليك مش مركزه. فالحالات دي محتاج برضه للخساره عشان تفوقك. فالحقيقه انا برضه يعني ما كنتش اتمنى انها تيجي من فريق كبير زي الزمالك، انها تيجي من فريق على الاقل. انا لما اجي العب ماتش الزمالك دي بطوله مهمه جدا بالنسبه للاعبين، لانه دي التاريخ هيذكر هذه المباراه اكتر من مثلا مباراه اخرى من نادي اخر، فبالتالي هذه المباريات عشان كده الاهلي والزمالك كديربي محتاج انك انت كلاعب انك تبذل اقصى جهد فيها، لانه في يوم من الايام هيقولوا والله هذه المباراه لعب فيها فلان وفلان وفلان والنتيجه جت كذا وكذا. فزي ما حقيقه زي ما ذكر انه في بعض الاوقات لما الحقيقه الفريق يكون في الطب زي النادي الاهلي الان فارق بحوالي 17 او 18 نقطه أكيد. لازم يحصل نوع من الهيئه الدروب داون عشان تستطيع انك انت تقف ثاني على رجليك، والغل يبقى موجود والحماس والحراره والانتماء والحاجات دي كلها والروح السبيريت دي مهمه جدا الحته دي. انا بعتقد ان يعني بقول لك انه هذه المباراه كويس انها جت قبل بطولات افريقيه بفتره كافيه جدا عشان الحقيقه نصحح هذه الاخطاء. بجانب كمان انا شايف انه عندنا عدد كبير من اللعيبه مصاب، يعني حقيقه انا مش عايز اقول يعني اللعيبه دي ما لعبتش قبل كده، كلها لعيبه كبيره، كلها لعيبه كانت موجوده، بس هتلاقي واحد ما كانش موجود انفيت
لكن المجموعه هي احنا محتاجين انه نعيدها يعني الفيتنس لكل اللاعبين عشان الروتيشن ولا التدوير يبقى سهل جدا انك تحط اي لعيب في اي وقت من الاوقات يقدر يسد في بس الفرق. حضرتك قلت كلمه مهمه جدا انه خلاص يعني مش هنبكي على اللبن المسكوب وانه الاهلي متعود انه زي الحاجات دي اللي بيعدي عليها دايما بيغلق ملفاتها بسرعه وخلاص. احنا عندنا برضو مباراه مهمه الحقيقه برضو مع الجونه يوم الاربعاء اللي جاي طبعا. شايف الاستعدادات هتكون ازاي من قبل فايلر وايضا من قبل لاعبتنا؟ هو طبعا فايلر لما قال في المؤتمر انا سمعته يعني راح هي الاجانب عندهم ميزه ايه الخساره ما بتبقاش بالنسبه لهم كارثه عندنا بنكبر وبنهول الموضوع ببساطه شديد جدا يتكلم بهدوء شديد جدا انا خسرت المباراه نتيجه امبارح كان بيتكلم بالطريقه الهدوء الشديده يمكن كنت بتناقش في المؤتمر مجرد هدوء ده للاسف الناس برضو بتاخده ان هو عنده لا مبالاه يعني لازم حضرتك برضو تتكلم ان الاجانب عندهم موضوع الانترفيو بعد المباراه لازم يتسم بالهدوء شويه للأسف برضو الناس خدتها ان هو يعني وناس بتحب النادي الاهلي اكيد اخدتها لا ده يعني بالنسبه له عادي بالنسبه لنا مش عادي وطبعا احساس الاجنبي غير احساس الجمهور غير احساس المدربين غير احساس الاعضاء انا طبعا عشان انا عصرتهم كتير انت عارف انا حضرت في الكوتشنج اديوكيشن بتاع تعرف اليوفا كوتشنج اديوكيشن انت طبعا كنت موجود في المانيا وانا رحت هناك طبعا مع اليوفا اكتر من مره في تعرف الكونفنشن والحاجات الكوتشنج لايسنس والحاجات دي يا كابتن هاني بقابل المدربين هناك وبعرف ازاي المدرب لما يكون عنده مثلا مباراه كبيره زي دي يخسر وازاي بيتحامل على نفسه ويطلع يتكلم زي مدرب برشلونه لما خسر 8 بدا يتكلم كان عارف انا قلت مش هيقدر يتكلم هيتعالى احسن قاعد يتكلم انا فرقتي ما كانتش يومها وقاعد يتكلم بشكل ففايلر لما طلع بيتكلم من منطلق انه لو كل واحد بيزعل من مباراه يخسرها انت معناه مش هتلاقي وقت تفكري مش هتلاقي اللي جاي فبالتالي كان بيتكلم بهدوء شديد جدا الناس افتكروا ان هو يعني ايه مخسر انا لا مش هي مش كده مش كده مش كده انا بعمل كده عشان الناس تفتكر هو بقى هو بقى طبعا الراجل يعني لازم يتسم بالهدوء ولما جه قعد مع كابتن محمود الخطيب متاكد ورى انه الاخطاء دي اخطاء فرديه ما هو مش هينزل يلعب المدرب ازاي مثلا لما اللعيب يعمل دريبلنج للاعب تاني انا كمدرب انا عامل ايه يعني ما لازم انا اللعيب لو هو من نفسه ما قدرش يعني يصحح موقفه في الملعب انا كمدرب بطلب منه يعمل إيه؟ لو ما قدرش ينفذه انا خلاص بقى انا مسؤول بس انا اعمل له ايه مش قادر اعمل له حاجه فبالتالي فايلر انا بعتقد ان هو يعني المباراه دي هتخليه برضه كمان يفكر اكتر ويشوف الامور اكتر ويدي مساحه اكبر لبعض اللاعبين بالظبط يا كابتن ويوجه الاخطاء ولو كان شايف شكل معين للخطه لا بدا دلوقتي وخاصه احنا المباريات اللي جايه مباريات صعبه وعلى المستوى الافريقي كمان بيبقى انت عارف كابتن شطه في مباريات تستحمل الخطا وفي مباريات لا تستحمل الخطا فطبيعي ده زي ما بقول ساعات جدا مباريات زي ديت بتدي رؤيه وفيجن للمدرب ان انا كان فكرتي اعمل فكره معينه الفكره دي ما نجحتش بالشكل المناسب وبالتالي ابدا اطور في الافكار وابدا اشوف افكار تانية وابدا ارجع الفرقه زي ما بيقولوا بلغه الكره كده كل واحد في مكانه واللي الفرقه اللعيب بيلعب مستريح في مكانه يعني. والله انا حقيقه انا بعيدك في الحته دي لانه حقيقه فايلر من المدربين اللي انا حسيت بيهم حتى في الانترفيوهات لما يسالوه اسئله كده بتبقى اسئله يعني فيها نوع من يعني بيقول لهم والله يا جماعه السؤال ده انا المفروض انا ارد عليه وانا المسؤول عنه ما حدش سالني في حاجه معينه ليه ما لعبتش فلان ولا لعبت فلان انا عارف اللعيبه اللي سالم امبارح في المؤتمر الصحفي الاسئله دي ويمكن حتى في اسئله كان يعني تجنب اصلا الاجابه عنها لكن احنا عايزين نقفل بقى خلاص ملف القمه ده اهم حاجه التركيز في اللي جاي ونتكلم بقى مع كابتن شطه شويه بقى عن بداياته حضرتك اصلا كنت نازل تدرس هندسه تكمل تعليمك ايه بقى موضوع الكوره ده جه اصلا ازاي يعني انا جيت من السودان بلعب كوره 73 يعني تاني نعيدها تاني جيت 6 اكتوبر 73 6 اكتوبر والله يوم ما يتنسيش برضه الساعه 1 الظهر والحرب قامت الساعه 2 يعني الحمد لله اخر أكبر. طياره نزلت من السودان ونزلت في مطار القاهره كنت كانت طياره الحمد لله على السلامه يا كابتن فالمهم انا حقيقه يعني كنت في جامعه الخرطوم كنت بلعب في الجامعه انا درست في جامعه الخرطوم اللي هي كايرو يونيفرسيتي والكرتوم يونيفرسيتي غير جامعه فرع الخرطوم في 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 جامعه في السودان اسمها جامعه القاهره فرع الخرطوم ايوه دي واحده من القوى الناعمه مش بس الفن دي واحده من القوى الناعمه اللي كانت ايام في السبعينات صحيح في افريقيا ولحد دلوقتي موجوده بس انا كنت بدرس في فرع الخرطوم فرع جامعه القاهره في السودان لكن انا بدرس في جامعه الخرطوم اللي هي الام اللي هي اسمها جامعه القاهره هنا في القاهره بالظبط ايوه هي معروفه ونشوف نفس السنه تقريبا وبعدين الحقيقه ما كملتش تعليمي لان انا كنت في مباريات كده واروح بلعب مع الجامعه
في حاجه اسمها الافريكان يونيفرسيتيز اللي هي بتاعه الجامعات, بطوله الجامعات, فكنت بلعب فيها واروح العب, وبعدين باجي بلاقي الامتحانات ومش عارف ايه. فاضطريت ان انا اجي مصر نتيجه ان انا في الجامعه هناك عندنا ما تقدرش ترسب في ماده واحده, تسقط في ماده تترفض, مستعيد ولا تعيد السنة؟ لا ولا تعيد الملحق حتى. كانت لا كان نظام صعب, دراسه صعبه, الدراسه كانت صعبه جدا انت عارف. فجيت مصر اكمل دراستي من سنه ثانيه, وكملت الحمد لله قسم كهرباء في جامعه القاهره. فعشان كده بس اول ما جيت بقى السودان, في الهلال السوداني توأمة مع الاهلي. ايوه هم قالوا لي لو رحت هناك ما تلعبش غير للاهلي الحقيقه, بتوع الهلال بالرغم ان انا مش يعني. والمريخ الزمالك اعتقد, والمريخ الزمالك يعني ما ليه عارف الزمالك عشان عمر النور وسمير محمد علي وادم والمجموعه دي, وانا بقى الاهلي والمريخ الزمالك. والهلال كان في طبعا في كان وقتها امين زكي, وكان وقتها موجود سليمان فارس والمجموعه دي, فانا جيت بقى كملت اسامه يوسف فيعني الهلال كان بيجي. انا بس انا مش هلال, انا كنت التحرير, نادي التحرير. ايوه نادي التحرير بس بالصدفه يعني بالصدفه طبعا جيت ولعبت في النادي الاهلي. كانت عمليه صعبه جدا يا كابتن هاني. ليه؟ لان انا كنت بدرس كليه هندسه, وكنت باجي اتمرن صباحا ومساء, كنت اروح العب ماتشات في المحله في بورسعيد وفي اسكندريه, وكان عندي امتحان ثاني يوم, اجي اذاكر واروح المباراه واروح التمرين, ولو غبت تمرين واحد هيدكوتي ما بيرحمش فكنت لازم احضر التمرين. عرفت عمو عم عبده ازاي يعني؟ هو اللي عرفني بصراحه, هو عبده هو اللي عرفني ازاي. لما جيت في المطار وانا داخل وبعدين عم عبده بقى بيبص على ايه, على الاطوال بقى السودانيين اللي جايين بقى حاجات ايه, وشايفني وانا معدي قدامه مرتين ثلاثه, وهو هو طبعا في الاخر ما لقاش حد بقى سالني انا يعني صدفه بقى بيسالني انا سالك انت بيقول لي ما بكوش عايز اسمه نشطه, فانا طبعا بصيت قلت له انا, قال لي انت, قال لي انت, فقلت له انا, قال لي كان بيحكي لكمال بيه حافظ وفريق مرتجى الله يرحمه, قال له والله كنت هرجعه على نفس الطياره لان لا واحد صغير كده قال لك ده اللي جايبين لي جاي لي من السودان وكده. فاي طبعا وقتها خدني بقى البيت عنده, وقتها كان عم عبده كابتن محسن صالح, كابتن وقتها طاهر الشيخ, اي لعيب بيجي دخله البيت وقفل عليه. وفعلا عمل كده مع حضرتك يعني, عمل معايا ومع محسن صالح ومع محسن صالح ومحمد عامر, مش عايز اقول لك على مين, فقفل عليا عشان تعرف يعني, مش عايز اقول لك الخطفه اللعيبه والزمالك والحاجات دي موجوده كانت بتحصل من زمان, من ايام مثلا من زمان قوي, من ايام قديمه قوي, من ايام فناجيلي والناس دي كان بييجوا ياخدوكم من المطار يا كابتن. يعني تلاقي فجاه حد يجي انت رايح على النادي الاهلي او نادي اكس, يعني يجي حد تاني يقول لك اتفضل معايا على طول على عشان كده عارف القصه, وحافظ اقفل عليك لحد ما لحد ما تيجي تمضي وتخلص وبعد كده يسيبك بقى خلاص بقى انت وحظك مع الفريق. فهو طبعا كان طبعا كان عنده خبره كبيره جدا في حكايه يعني اللاعبين وازاي يجيبهم, وبعدين كان برده كشاف كويس, كان بيروح يجيب لاعبين من من المحافظات وكده, كان برده عنده والله بيلف يعني كان عينيه الفنيه كويسه. ولو بعدين كان عنده برده كشافين كتير بيكلموه بالتليفونات وكده, كان يروح يجيب اللعيبه, جاب لعيبه كتير حقيقه. فيعني تاريخ عم عبده بقال ده برده كان معروف لنا من الستينات والسبعينات يعني فتره طويله جدا. فدي كانت القصه بصراحه, كانت يعني هي شبه يعني فاني, بس طبعا دي حقيقه ان انا حبست يومين وشفتش الشارع فعلا. دخولك بقى على النادي الاهلي, سمعت ان كان في مش مشكله بس هدقوتي قابلك ازاي وكان اعتراضه ايه عليك؟ لا لا اعترضوا عليا طبعا, قعدت احارب سنه كامله عشان حارب. بس عشان احارب لان انت عارف النادي الاهلي كان فيه, مش عايز اقول لك احسبهم لك, كان في وسط الملعب كان في طاهر الشيخ, جمال عبد العظيم, مختار طبعا, انا صفوة عبد الحليم, سمير حسن, انا بقول لك انا بكمل لك ده نص الملعب بس, ده كان نص الملعب بس وانا جاي عليهم كمان. وكان في اكمل لك محمود رشدي وشير عثمان وشير عبد الشافي انا بقى اجي بقى اخش فين انا. فكانت صعبه جدا ودي كان على طول طبعا لكن لما بقى دخلنا بقى في التدريبات ودخلنا بقى في التحملات ودخلنا بقى في السرعات ودخلنا بقى في الماراثونات والجوبر تيست والحاجات دي, كنت الاول انا كل على المستوى البدني كل على المستوى البدني, على المستوى المهاري ما كانش مقتنع بيه, قال لك بقى انا ابدا مع الراجل ده اشتغل شغله ثانيه بتاعت اللي هي الماركينج مان تو مان والرقابه والحاجات دي شغلني, لان هي عندي مرونه عاليه جدا 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 في الحاجات اللي هي الخاصه بالرقابه دي. يعني انا ممكن تعدي مني مثلا تعدي مني بس في ثانيه انا اكون عندي رشاقه عاليه جدا هلاقيك تاني في وش. لا 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 كنت بتلعب مركز ايه يا كابتن برضه؟ بلعب الهاف ديفندر بقى. لا قبل الهاف ديفندر كنت بلعب, كنت انسايد رايت باللغه بتاع زمان انسايد رايت, حاسس دلوقتي ما حدش يعرف انسايد رايت دلوقتي يقول لك 4 3 2 1 والحاجات دي, لكن زمان كان في انسايد ليفت وانسايد رايت وينج ليفت وينج رايت. يعني هو وسط ملعب ناحيه اليمين يعني كنت مور اورليس بيسموها ايه, انا كنت هداف
ما شاء الله. لاني اخش ال 18 اي كره 13 جول يعني كنت هداف بجيب نظرا صراحة. للمرونه يعني اللي كانت ولازم وكل ما انت تلعب قدامه تلاقي فرص اكتر تجيب جول، كنت تلعب ورا الفرص بتقل. فاول ما رجعني ورا بقى خلاص بقى بيت فين وفين لما اجيب جول. ما اتضايقتش؟ اتضايقت جدا انا عارف انا جدا. عشان انا بحب ده يعني هما دايما حابب ال 18 انا من متعه كره القدم خلاني لعبت خدام للفرقه. لا لا ازاي بقى؟ ما هي كده بلغه الكوره اسمها كده. بس حضرتك بقى من وقت ما وقعت مع الاهلي ده كان التوقيت اللي قررت فيه خلاص حضرتك هتعيش في مصر يعني هو ده ولا ايه بقى؟ لا دي قصه ثانيه. ايه بقى؟ انا جيت مصر هنا عشان ادرس 4 سنين ولا 5 سنين يعني الكليه وارجع بقى وترجع تاني يا اما اشتغل في واكيد اسره حضرتك كانت يعني ما كانتش عايزه حضرتك تقعد هنا يعني اكيد كانت عايزاك تقعد جنبها يعني اسرتي برضه متوقعه ان انا اخلص الجامعه وارجع تمام. بس طبعا اول ما خلصت الجامعه حقيقه انا بشكر كابتن حسن حمدي يعني بقولها كده بصراحه هو السبب قال لي عشان تخليك معانا هنا تشتغل معانا في التدريب وبعدين يعني شغلني في الاهرام وعمل لي بقى يعني اداني فرصه ان انا اشتغل فتح طريق قدامك في لكن انا برضه كان عندي حاجه انا قلت انا رحت السعوديه سنه عشان العب في نادي اهلي جده 79 80 امير عبد الله الفيصل طلبني من سته الفريق عبد المحسن كامل مرتجي الله يرحمه وقال له انا عايز كابتن شطه يجي يلعب في نادي اهلي جده فرحت السنه 79 لعبت 6 شهور كان معايا طارق دياب طبعا من داو معتمد خوجلي والجندوبي من تونس نجوم العرب اربعه وانا الخامس ادوا بقى عماد خوجلي الجنسيه ومن داو الجنسيه بين ثلاثه في الملعب بينزلوا اثنين اجانب فكان بينزل طبعا طارق دياب انت عارف راجل كان جايب كاس عالم 78 طبعا راجل وبعد كده فلقيت نفسي ما بلعبش كتير زي اي لعيب بيروح بره برده لو ما لقاش نفسه وانا هنا كنت اساسي قررت ترجع لا ما قررتش ارجع اللي كنت طلبني قال لي كابتن حسن احنا عندنا مشكله عندنا 3-4 ماتشات والدوري صعب جدا واحنا ما عندناش ديفندر وشطه كان بيساعدنا في الحته دي انا سمعت انه ممكن يرجع اساله فسالني قال لي ترجع قلت له على طول ما فكرتش ان انا اكمل وعادي موجود وعادي ساري في الملعب عبد الله الفيصل الامير عبد الله الفيصل قال لي شطه ترجع قلت له انا ارجع قال لي ما تخليك هنا ما ممكن تلعب وتثبت نفسك وتكمل قلت له والله انا النادي الاهلي طلبني النادي الاهلي ده بيتي فيا ريت ترجعني فرجعني الحقيقه وكان حريص ان انا يقول لي ما تندمش قلت له لا مش هندم طبعا لان انا راجع وقانع انه النادي الاهلي ده المكان اللي هو اللي انا عشت فيه 8 سنين او 5 6 7 سنين الفتره اللي انا قضيتها فلقيت نفسي بقى ارتبطت بالنادي ارتبطت بيه ارتباط شديد جدا رفضت ان انا بعد ما اخلص جامعه ان انا اسافر اشتغل بره او ارجع السودان فارتبطت هنا من الوقت ده يعني حسيت في الوقت من وقتها انا قلت لا يمكن اغادر مصر وبعدين اشتغلت في النادي الاهلي مدرب من 82 ل 2002 ايوه 20 سنه قطاع الناشئين 8 10 12 14 فريق اول مع الان هاريس 21 سنه كل الاجيال اللي شفتها دي ما شاء الله رئيس الاكاديميات ولسه هنتكلم في ده بالتفصيل برضو مع حضرتك فدي مهمه جدا لان انا برضه حقيقه عاصرت اجيال كبيره جدا من الناشئين مش عايز اذكرهم طبعا عماد متعب وحسام غالي وأسامة حسني يعني هي اجيال مرت اجيال كبيره يعني يمكن حوالي 10 اجيال فبالتالي انا حسيت ان ده مكاني وبيتي انا مش عايز اسافر بره اقعد بقى في غربه انا هنا مش في غربه مصر مش غربه بالنسبه لي صح. طب انا هرجع بقى قبل حته الغربه وانك بتدرب يا كابتن انا نفسي اعرف على المستوى الشخصي ردود افعال الناس اللي كنت بتعمل عليا ماركينج في الملعب لاني انا كنت بتفرج على فكره زي ما حضرتك بتقول ان هو انت ممكن تقول هو طالع بثلاث ادوار يعني هو يعدي منك فيمشي شويه يلاقيك قدامه وبعدين يلعب الكره على الشمال ويرجع له فاكيد حصل حاجه مع حضرتك يعني كواليس اللعيبه لعبت عليك وبصراحه زهقتها يعني والله انا احكي لك بس طبعا الظروف دي بتاعت الهيدوكوتي ده كان عبقري بس طبعا لا واحد برضه يعني انا كنت عندي انا قدري من العلم والذكاء وكده وبقرا كويس وكنت عندي مهندس طبعا الهندسه افادتني في حاجات كتيره جدا كان حقيقه يعني بيلعبني المباريات الصعبه اللي فيها ضرب وخناقات مصري بورسعيد الاتحاد السكندري ده راجل مهندس صعب بيقول لك ايه الموت والمنصوره كان فيها سعيد الشالو وكان فيها تعرف سعد السليطه مش عايز اتكلم المحله وشوقي غريب مسكت كل دول كل الفرق دي لكن مثلا تجيب مثلا ماتش سهل مثلا بتاع بايرن ميونخ ولا مثلا فرقه جايه من بره تلاقينا قاعد على الخط الحاجات اللي عاملني بقى في الحاجات اللي الحاجات دي اللي فيها متعه وفرقه اجنبيه تلاقينا ما بلعبش وفيها جماهير وفيها الجماهير موجوده الجماهير بتجيب 100,000 و120,000 لكن بقى في
فقلنا مستر دكوتي انت بتلعب الماتشات الصعبه، طب ما تحطني في الماتشات الحلوه اللي فيها جمهور وفيها فيها لعب اخد نفس شويه. لا لا, لا, لا ارميني بقى في الحاجات الصعبه. فطبعا كنت حقيقه يعني المتعه قليله، لكن لو سبت المكان ده ما كنتش هلعب. انا العب فين؟ عندك طاهر الشيخ فيرويد، وعندك مختار فيرويد، وعندك زيزو فيرويد، وعندك صفا عبد الحليم، مش عايز اتكلم صفا اللي هو انا ما اتحطيتش في المكان ده. وبعدين لعلمك كلهم لما انا العب ديفندر صفا ما بيمسكش، طاهر الشيخ ما بيمسكش، ياخدوا راحتهم بقى، ياخدوا راحتهم. ما كانش بتاعنا 4-5، وانا بقى حسن حمدي، كابتن حسن حمدي طبعا، وصفا يونس، فتحي مبروك، واحمد عبد الباقي، انا قدامهم حائط صد منيع ده حقيقي. وبعدين هتلاقيني بقى امسك لهم بقى كابتن فاروق جعفر طبعا مع احترام شديد ليه، هو من اصعب واكثر اللاعبين الحقيقه يعني، كان في صعوبه شديده جدا فعلا بصراحه، لانه اساسا برضه نفس الحجم، نفس الحجم ونفس المرونه يعني، انت تلاقي سهوله اكتر في لو حد طويل. لا طبعا، مثلا شحت الاسكندراني كنت بمسكه ما بتحركش لانه سهل جدا. لكن مثلا امين دابو فظيع، كان عشان برضه عنده مهاري جدا، والمهاري برضو محمد حازم تسمعي الله يرحمه، وحمد الرومي، اللعيبه اللي عندها مهاره عاليه دي. ما حدش قال لك يعني لا لا الشتيمه كانت كتير قوي. لا بلاش بلاش الشتيمه، بلاش بلاش بتكلم، ابعد حضرتك، ابعد عني بقى، زهقتني. لا لا طبعا، انا بيقول يا شطه ما تسيبني يا شطه، وبعدين مرات يقول لي انا خلاص راجع سايب لك الملعب يلعب ديفنس ويسيبك. حضرتك يا كابتن شطه في كلامك دلوقتي ده ذكرت اسماء كبيره جدا، اسماء عملاقه فعلا. مين اللي كان تفتكر له ذكريات لحد دلوقتي ما تنساهاش سواء في الملعب او براه؟ ما فيش، فاروق جعفر. فاروق جعفر ده كان ماتش الاهلي والزمالك ديربي، وانا وفاروق جعفر كنا يعني فاروق جعفر ده كان اسرع واحد يوصل حسن شحاته وعلي خليل للمرمى، سريع جدا، مسكها كده تلاقيه، فلو ما اتمسكش من قبل ما الكره تجيله يا كابتن هاني لو خد الكره هيبقى صعب، صعب جدا صعب. فحقيقه يعني انا 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 عندي ريكورد ان كل ماتشات الاهلي والزمالك اللي لعبتها الزمالك ما كسبش الاهلي. حضرتك كل الماتشات اللي لعبتها كل ماتشات الاهلي والزمالك من 73 ل 80 اول ماتش الاهلي خسر من الزمالك ماتش سنه 80 وانا كنت في السعوديه، عبد الحليم محمد، عبد الرحيم محمد، احمد عبد الحليم 2-0 لو تفتكر الماتش ده معروف لحد دلوقتي. فيعني الماتشات موجوده والتاريخ موجود اكيد. فانا يعني انا كنت حريص، هيدوكودي كان عارف تماما انه ازاي يقفل زون ديفنس حسن شحاته وفاروق جعفر، ازاي بيتحركوا وطه اسماعيل، طه بصري، ومعاه علي خليل، دي المفاتيح اللي موجوده يعني. وعندنا ديفنس ورا ما شاء الله يعني، مصطفى يونس وحسن حمدي وجاي ماهر همام برضه طبعا، بعد كابتن حسن، وبعدين فتحي مبروك وحمد الباقي، وبعد كده جه بعد كده حمدي جمعه، وجه بعد كده ربيع ياسين، وجه بعد كده مجموعه كبيره يعني، واحمد مدحت رمضان، كان عندنا مجموعه كويسه في الديفنس. الخمسه اللي ورا دول اربعه وانا معاهم بنقفل مقفلين الدنيا، مفيش حد يعدي. وانت بتجيب لهم المهاجم متنفض، هو عبال ما لا ايوه بيكون راح خلاص بلغه الكوره كده بنفرفر انا بيجي كده واقع حسن حمدي واخدها او كابتن مصطفى سهله. فالمكان ده احنا محتاجين له في النادي الاهلي دلوقتي. انت شايف ان النادي الاهلي محتاج المكان ده؟ محتاج المكان ده بصراحه، او محتاج مواصفات كابتن شطر، مواصفات ديفندر ما يكونش يعني عنده ادوار هجوميه، عشان بيترك المكان ده، وانت عارف قد ايه المكان ده بيفضى في وسط الملعب دلوقتي طبعا، بقى 3-5-2 وحاجات دي، تلاقي وسط الملعب مليان، انت لو ما عندكش في وسط الملعب 2-3 برضو يعملوا لك موازنه مع الحته دي صعبه جدا. فبالتالي انا بعتقد انه الهاف ديفندر او الاثنين هاف ديفندر هم دول افضل حاجه دلوقتي في كره القدم الحديثه. كابتن شطه، حديث حضرتك لا يمل، واحنا لسه هنتكلم عن بطولات واغلى انجاز على قلب حضرتك ورحلتك مع التدريب ومع الاكاديميات، لان الحقيقه كابتن شطه ليه دور مهم في التوقيت الحالي مع الاكاديميات اللي تخص النادي الاهلي على مستوى المحلي وعلى مستوى افريقيا كبير جدا. هنعرف ده بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع. اتفضل. كابتن شطة كان احسن خط وسط جه في مصر، وهو كان سوداني وكان لعيب قصير كده وشعره كبير، بس كان حريف يعني، كان بيجري في الملعب رايح جاي، من احسن لعيبه في مصر طبعا في جيله، من اللعيبه الاخلاق، لعيبه محترمه جدا يعني، احسن خط وسط انا ما شفت ازايه حاليا، مفيش
كابتن شطة كان أحسن كابتن أنا بحبه ومن حبي فيه، عملت شعري زي وبتاع، كان أحسن حاجة في سعد الخطيب. أحسن خط وسط في مصر طبعا، وراجل ليه تاريخ كبير وراجل عالمي بأمانة، وإحنا بنحبه وبنشجعه. هقول إن الكابتن شطة ده تاريخ، وده راجل من الجيل الذهبي، أنا بفتكر له ماتشات هو وصفت عبد الحليم والخطيب وثابت البطل وإكرامي، وأنا كنت طفل صغير وكنت بحب كابتن شطة رغم أنه هو مش مصري، بس هو حببنا في شعب السودان من خلال أنه هو راجل محب للأهلي. كابتن شطة طبعا لعيب كبير من نجوم النادي الأهلي، وكان من أعظم الأجيال مع كابتن محمود الخطيب وكابتن صفت، ونادي كبير، وكان فريق يعني أحرز بطولات كتير النادي الأهلي. هو راجل خلوق، معروف عنه حسن خلق، كان ملتزم جدا في الملعب تكتيكيا. هو كان اول واحد ادى دور الهاف ديفندر في تاريخ الكره المصريه طبعا عن طريق هيدوكوتي، وكان بيبقى مسؤول عن رقابه اهم لعيبه في فرق المنافسه النادي الاهلي. طبعا كابتن شطه يعني غني عن التعريف، كابتن شطه كان بيلعب بسم الله ما شاء الله، كابتن كبير، كفايه ان هو كان بينزل اول ما ينزل يعني يحط جوان، الجمهور كله شطه شطه شطه، يعني كان لاعب خرافي طبعا. الكابتن شطة لاعب قديم ايام جيل كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكابتن رفعت، يعني حضرت الناس دي زمان بس كنت صغير، بس كابتن شطة انا كنت عارف انه من السودان، وكان مشاغب كده مشاكس كده، فراجل اسطوره بصراحه، وانا بسمع له تحليلات دلوقتي واعرف انه في الاتحاد الافريقي. يعني الكابتن شطة طول عمره دمه خفيف، واحنا كنا بنحضر له في النادي الاهلي نفسه مع ايام الكابتن هيدوكوتي، فهو كان من الشخصيات المرحة الخفيف اللي هو يعني تحب تشوفه شخصيا مش كلاعب كمان، وهو كان ممتاز، ونتمنى له التوفيق وان ربنا يوفقه في تدريبه للبراعم، وانه يطلع جيل شبهه هو وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى يونس وكابتن مصطفى عبده والاجيال الحلوة دي. اقول كابتن شطة احسن لاعب، يعني هنقول في الكرة المصرية كمان. الراجل ده لاعب قديم ولاعب معروف وراجل 10 على 10. كابتن رياكشناتك وانت بتتفرج على كلام الجماهير عليك بجد، يعني اولا يعني اكيد حاسس، يعني حاسس بحب الناس ليك، رغم يمكن حضرتك قلت لعبت 5 سنين بس في النادي الاهلي، لكن 10 سنين 73 82 10 سنين النادي الاهلي، وسبت اثر كبير، والناس برضو فاكراك بالستايل الشعر، الراجل قال لك انا سايب شعر زي الكابتن شطة فكان في حد كده كابتن، ولا انت كان مميز بشعرك كده؟ كان في لعيب تاني اقول لك على حاجه، دي حته ظريفه جدا. انا جيت طبعا ما كانش شعري كتير قوي، بس عموما السودانيين والسودانيين المرحله دي السبعينات كلها كان بيسموه الافرو الافريكان، يعني الافرو الافرو. فانا جيت طبعا مع الوقت ما كنتش بقى معايا الشوكه، معايا كان حاجه كده شوكه عشان يعني تخش توصل لا للشعر اسمها شوكه. فجيت بقى لقيت مع الوقت شعري كبر كبر، بعد كده سبته بقى كبير قوي، لقيتك كل الجيل قلدك كله قلدك، مش عايز اذكر اسماء كل النادي الاهلي والجماعه ده اللعيبه واللعيبه بعد موضه خلاص دخلت بقى احمد عبد الباقي كابتن الخطيب وكابتن مصطفى وكل اللي هي ما عدا محسن صالح، لانه محسن صالح شعره كان مستبسب قوي، شعره ناعم بزياده عن اللزوم. فحضرتك انا بس بفتكر الفتره دي، وبعد كده بقى دخلنا بقى مع كابتن لطيف بقى، هو اللي خلى بقى ايه شطه وشعره شطه كذا، كان يعني بيدي لازمات كده كابتن لطيف، خلى برده الاسم شطه لهلوبه شطه حراق، خلى بقى مع الشعر والحاجات دي بقى كاركتر معروف يعني. وما بقاش اللعيبه بس كمان يا سام، ده بقى كمان الجماهير وكمان الولاد الصغيرين بيبقى حاجة، وهو اللي جه في التقرير، هم العصر اللي يعني بالجيل الحالي يعني ما شاء الله اللي كان عامله زي كابتن شطه يعني. بخلاف ان حضرتك لاعب كبير ونجم النادي الاهلي ولاعب كبير في منتخب السودان برضو، لكن كمان عشت في اروقه الاتحاد الافريقي لكره القدم سنوات طويله جدا، 18 سنه دينامو الاتحاد الافريقي لكره القدم. كابتن شطه انا عايزه اعرف من حضرتك او تعملي كده مقارنه سريعه بين
بين السلبيات او نقاط الضعف اللي بيواجهها الاتحاد الافريقي في الوقت الحالي وبين اللي كان بيحصل زمان؟ دلوقتي احنا عندنا يمكن واحده في ناس بتتكلم يمكن عن لجنه المسابقات، اسناد البطولات، في حاجات كتيره قوي. فالمشاكل دي او السلبيات دي مختلفه عن الفتره اللي فاتت؟ الاتحاد الافريقي من 2002 انا الحقيقه الصدفه بس هي اللي خلتني رحت. كابتن عبد الصالح الوحش كان هو المدير الفني، استدعوه في قناه من القنوات عشان يحلل، كان بيروح يسافر ايطاليا. ف رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياته طلب من الباشمهندس مصطفى فهمي يشوف مدير فني عشان الكابتن عبد الصالح يبقى عندوش وقت يجي فهو طلب بقى يعني يشوف حد. الحقيقه كانوا مرشحين ثلاثه، كابتن هاني مصطفى، كابتن طه اسماعيل، كابتن فتحي نصير. انا ما كنتش موجود خالص. الثلاثه اعتذروا، هاني كان ماسك في الجامعه العربيه الله يمسيه بالخير طبعا، وفتحي نصير كان في الامارات، وكابتن اسماعيل الفيفا عملت له اللي هو الجول بروجكت اللي هو كان المشروع الهدف ديفلوبمنت اوفيسر اللي هو المسؤول عن مكتب الاتحاد الدولي في افريقيا شمال افريقيا في مصر هنا. فحقيقه رشحني فرح قده حكم الصومالي المشهور اللي كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي، كنت بعرفه كده معرفه عن طريق يعني بقابله دايما كده، وكنت بروح الاتحاد الافريقي اقعد معاه. وطبعا هو كان بيتكلم انجليزي فلاني بتكلم انجليزي كويس، وانا اساسا يعني تعليمي كان في جامعه الخرطوم كان بالانجليزي كله، ما فيش حاجه بالعربي. اللغه ساعدتك طبعا كتير. اللغه هي اللغه والجنسيه لانه يعني كانوا عايزين واحد اجنبي عشان يمسك المكان. مش مصر. ايوه مش مصر. رغم ان انا اساسا يعني عشان نقعد في مصر كمان سهلت عليهم الماموريه، بحس ولا بدل السكن ولا بدل المواصلات ولا فطرح اسم حضرتك. لما طرح الاسم الحقيقه عيسى هي رئيس الاتحاد عيسى حياته طلب من مصطفى فهمي يعمل انترفيو، وحقيقه نجحت فيه يعني بشكل كبير جدا، لاني كنت بساعد حقيقه كابتن عبد الصالح الوحش في التكنيكال ماتيريال، كنت بعمل لهم الفيديوهات والحاجات والماتشات وكده، وفي التحكيم كنت بعمل لهم الحاجات التحكيميه لفرح قده. فبالتالي كانت سهله جدا ان انا ابقى في المكان ده. هي طورته بشكل سريع جدا، عملت بقى الانستراكتورز المحاضرين، وعملت الكوتشنج لايسنس، وعملت الحاجات اللي هي مختصه بالتحكيم وحاجات مختصه بالاداره. انا كنت باجي لحضرتك اخد منك فاكر والله كان بيجي الاتحاد الافريقي كنت باخد منه الحاجات الجديده. وانا عارف انه الكابتن هاني رمزي انت عارف واخد البي والاي لايسنس في اليوروبيان اللي هي اليوافا، فدي طبعا يعني انا عارفها. حتى كمان الناس اللي كانوا في الالمان اللي بدوها له قابلوني وكلمتهم قال فانا يعني دي نفعتني الحقيقه دراستي في الجامعه وهندسه وشغلي في الفيديو. كنت انا عندي كان استوديو كامل اديتور بعمل في الافلام فعلا، وكنت بصور الماتشات ومونتاج والفاينل كات والادوب بريمير والحاجات دي كلها شغال فيها، كل الانلايز اللي دلوقتي الناس شغاله كل الحاجات اللي شغاله في الاستوديو كلها عندي انا. كانت الاتحاد الافريقي دخلتها في اللايسنس وبقيت اديها للمدربين وبقيت اديها فعملت اكتر من حوالي 60,000 مدرب في افريقيا كوتشنج لايسنس سي بي ان اي. والبرو لايسنس عملتها قبل ما امشي، حطيتها كده عشان تبقى البروفيشنال لايسنس. يعني حضرت العهد دلوقتي، ما كانتش دي موجوده كابتن، جاهزه دلوقتي خلاص. يعني انا كنت سالت حضرتك قلت لي لا لسه، لا خلاص يعني انا من السنه اللي فاتت، بس طبعا الكورونا والحاجات دي اخرتها عطلت الدنيا شويه. يعني حقيقه عملت في هذا المكان اكثر من 400 محاضر افريقي، حتى كمان عندنا كابتن شعب الشافي محاضر افريقي، كابتن محمود سعد محاضر افريقي، كابتن مفتي ابراهيم، كابتن عمرو ابو المجد، كابتن محاضرين افارقه، وكابتن فتحي نصير محاضر افريقي. شوف عملت 5 محاضرين افارقه من مصر هنا ومن السودان ومن تونس والجزائر والمغرب، عملت حوالي 400 محاضر. فيعني عملت حياة كوتش اديوكيشن، وعملت برنامج ديفلوبمنت كامل في الاتحاد الافريقي. فالحقيقه دي حاجه انا بسعد بيها جدا ان انا حققت في الفتره دي 18 سنه، وما زلت حقيقه عضو في اللجنه الفنيه. عشان هو مشوار كبير قوي في الملف ده، ملف الاتحاد الافريقي لكره القدم. في تقرير احنا محضرينه لحضرتك نشوفه عن انجازاتك في يعني مع الملف ده دلوقتي. ربما يعرف الكثيرون من عشاق القلعة الحمراء ومتابعو الكرة الإفريقية عبد المنعم شطة لاعب الأهلي المبدع وصمام أمان وسط الملعب في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، لكنهم لا يعرفون عبد المنعم شطة المهندس القدير والدينامو الذي طور أروقة الاتحاد الإفريقي بشكل احترافي متميز عقب اعتزال الساحرة المستديرة لاعبا. بعد الرحيل عن الأهلي كلاعب في عام 1983 عمل شطة بالتدريب لمدة 10 سنوات في النادي الأهلي مع مختلف الفرق بدءا من قطاع الناشئين وحتى الفريق الأول،
واكتسب خبرات كبيرة. وفي عام 1993 انتقل شطة للعمل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وترقى في المناصب حتى شغل منصب مدير اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد المسؤول عن كرة القدم في القارة السمراء. ويعد شطة إحدى الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن تطوير كرة القدم في إفريقيا، حيث أدار دورات للمدربين وقاد نظام التراخيص داخل الاتحاد، وكان مسؤولاً عن مجموعة الدراسة الفنية لكأس الأمم الإفريقية والمسابقات الأخرى، كما كان مسؤولاً عن تطوير كرة الصالة وكرة السيدات والتحكيم في إفريقيا. وساعدت دراسة شطة للهندسة، حيث تخرج من جامعة القاهرة كمهندس إلكتروني عام 1979، ساعده ذلك في إطلاق نظام التراخيص للمدربين الأفارقة، وساعدته حياته المهنية كمهندس على استخدام مواد الوسائط المتعددة وتسهيل أقراص DVD والمواد السمعية والبصرية لجميع الأقسام الفنية في جميع الاتحادات الأعضاء في الكاف. طبعا تاريخ كبير جدا للكابتن شطة حتى في الاتحاد الافريقي، وكمان الناس لازم تعرف انه كان اختير من افضل 50 لاعب في تاريخ منتخب السودان. ده طبعا اضافه ان هو كان لاعب كمان زي ما شفنا في التقرير، انه اضافه كبيره جدا جدا. الاتحاد الافريقي عمل ملفات كبيره جدا جدا افادت الكره الافريقيه، كمان ملف الكره الافريقيه ملف مش سهل يا كابتن، ملف عنده مشاكل كتيره جدا، وحضرتك قمت بدور اكتر من رائع يعني فيه. والله الصعوبة اللي واجهتني في الاول انه اول ما مسكت كانت كاس العالم 2002 كوريا واليابان، الفيفا طلبت المدير الفني في الاتحاد الافريقي يحضر سيمبوزيوم عشان جايين بقى كل المدربين اللي حضروا كاس العالم في افريقيا، ولا لسه انا يا دوب داخل السنه لسه الدخله الاولى، فارتبكت جدا. فالحقيقه كانت البشمهندس مصطفى فهمي قال لي شطة حضر بقى المادة الفيلمية وحاجات دي، ما تقلقش واكتب الحاجة اللي انت عايزها، حتى لو قريت من ورقة ما تفرقش معاك وكده. ما كنتش انا مدرب، ما كنتش عندي حاجة الادوكيشن والديفلوبمنت والتطوير والتعليم والبرزنتيشن طبعا ده ما كانش سيبوزن ده حاجة يعني. فالحقيقة وقفت كده والفيفا كلهم قاعدين، وكل الفيفا بلاتر رئيس الدنيا واخره، كل الكونفدريشن موجودة. ورحت قايل كلمة انا ما اعرفش ازاي طلعت مني، ليه ده الناس بيسقف وانا ما اعرفش بقول ايه؟ وسقفوا، قالوا لي اول مره نشوف واحد بيتكلم في كره القدم بهذا الشكل. انا اتكلمت طبعا من واقع خبراتي، واقع خبراتك كلها اللي انا عشتها بس يمكن عشان ما جهزتش حاجه فطلعت كده يعني. لقيت نفسي انا الحقيقه سعيد جدا في ايه ده. فيعني من وقتها بقى بقيت كل السيمبوزيوم حضرت كاس عالم 2006 في المانيا و2010 و2014 في البرازيل، ثلاث كؤوس عالم واربع بطولات اولمبيه، يونان، الصين، البرازيل، لندن. الحمد لله يعني ربنا كرمني، عشان انت عارف دايما المدير الفني الفيفا بتبعت له عشان يحضر الحاجات دي طبعا بيبقى في اجتماعات. هي ظرفتني ادتني خبرات كبيره جدا يا كابتن هاني، خلتني بقى دلوقتي انا يعني على اتصال بكل الانترناشونال اورجانيزيشن، الحاجات اللي هي كبيره يعني فيفا، يوفا، اتحاد اوروبي، اتحاد اسيوي، يعني حتى البرازيل كونمي بول والكونكاكاف والحاجات، يعني لقيت نفسي متداخل مع الناس دي كلها. ودلوقتي انا الحقيقه في المكان اللي انا فيه دلوقتي في المكان الاكاديميات والحاجات دي، طبعا دي حاجه بالنسبه لي تعتبر صغيره جدا، لكن انا هتكلم عنها كده يعني على 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 عجاله لو لازم نتكلم فيها. بس انا عايزه بس اسال حضرتك بما انك وانا اعلم انه حضرتك قريب جدا من المسؤولين في الاتحاد الافريقي الحالي لكره القدم، هل في امكانيه ان احنا نشوف جمهور في مباريات دوري الابطال ولا صعب في ظل كورونا؟ صعب جدا، صعب على حسب علمي انه لحد امتى؟ لحد ديسمبر تقريبا، لحد شهر 12 اللي جاي. ده الحسن طبعا انا متابع في اللجنه الفنيه وبنعمل كونفرنسز عن طريق الفيديو كونفرنس وكده، بتابع وشايف انه اللجنه الطبيه رافضه تماما انها تعمل اي نوع من الجماهير. حتى عامله كمان بريكوشنز عاليه جدا انك انت ازاي تعملي الحاجات اللي هي الاجراءات الاحترازيه يعني والحاجات دي، وازاي التباعد الحاجات دي حريصه جدا. بس طبعا البطولات الاوروبيه دلوقتي وريته ان العمليه مش صعبه، انا شايف دلوقتي في لعيبه بتحضن بعض وتبوس بعض، لان العمليه
زمان كان بيقول لك لا ما تلمس اللعيب زي بتقول ما تسلمش على لا دلوقتي بقى احضانه خلاص بقى العمليه فكت فلازم بقى هم كمان برضو كلجنه طبيه يحاولوا يسمعوا شويه يدخلوا جزء من الجماهير لكن نهايه البطوله الافريقيه لدور الابطال والكونفدراليه لا اظن انها هيكون فيها هيبقى صعب هيبقى صعب. طيب حضرتك اتكلمت على شغلك في الاتحاد الافريقي اداك مجال واسع جدا واداك زي ما بيقولوا كده علاقات ممتده لكل الاتحادات العالميه والاكاديميات وحضرتك دلوقتي مسؤول عن ملف مهم جدا في اجنده مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الاكاديميات. ايه الرؤيه اللي حضرتك شايفها بالنسبه او شغل حضرتك هيبقى ازاي من خلال اكاديميات النادي الاهلي؟ هو طبعا لجنه التخطيط الحقيقه لما كلمتني قالت لي احنا عايزين نرشحك في المكان ده. انا بشكر طبعا الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف وكابتن محمود الخطيب طبعا انه انا لما سبت الاتحاد الافريقي يعني ما سبتوش خالص انا عضو لجنه ما زلت عضو لجنه اللجنه الفنيه دلوقتي يعني بروح بحضر البطولات الافريقيه وبروح بعمل الريبورتس بتاع التكنيكال ريبورت والحاجات دي فما زلت موجود فيها فما كنتش اقدر انا اعمل في هذا المجال او اخش في اي نوع من العمل ارتبط ما لم اكون يعني تحررت من هذه الوظيفه لكن بلغت الاتحاد الافريقي الفتره اللي فاتت دي انه عندنا مساحه كبيره جدا من ما فيش بطولات افريقيه كاس الامم الافريقيه تاجل فخلاص بقى في وقت رشحوني في المكان ده ان انا امسك الاكاديميات. هي ليه الاكاديميات دي اكاديميات حقيقه مؤسسه تاسيس عالي جدا على اعلى مستوى حقيقه من 2006 من 14 سنه الاكاديميات دي كابتن محمد رمضان طبعا بشكره كابتن سيف عبد الشافي كابتن ابراهيم عبد الصمد كل دول مروا على اكاديميات وانا جيت انا الرابع كلها اكاديميات حقيقه ما فيش حاجه ما اتعملتش فيها دورات تدريبيه على 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 تسخير مدربين على لاعبين بس حصرت المشاكل قبل ما امسك فقلت بقى للجنه انا عايز اطور المكان ده هخليه بدل ما يكون كم عدد كبير خليه كيف حلو عايز اطلع حاجه لقطاع الناشئين عايز اطلع حاجه للنادي الاهلي فلازم اعمل برامج تدريبيه لازم اصنف اللاعبين عدد كبير من اللاعبين 10,000 لاعب ازاي تطلع لعيبه من اللعبه دي وبعدين حضرتك مش 10,000 لاعب ده كمان ده في 13 اكاديميه اكاديميات الاهلي عشان برضو الناس تعرف للي مش عارف هم 13 اكاديميه من الصعيد لاسكندريه في ان شاء الله 5 هيتم افتتاحهم في شهر 9 اللي جاي في اكاديميات في المناطق الجديده احنا عندنا مدينه المستقبل تقريبا نادي العبور بدمياط الجديده دمياط الجديده البشائر الخير دي واحده من المدن اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الاخيره والحقيقه انه الاهلي هنا النادي الاهلي هنا خلينا نقول بيقوم بدوره المجتمعي يا كابتن شط مهمه جدا طبعا وتنميه القدرات البشريه او المواهب دي فحريص جدا انه يتواجد في المدن الجديده دمياط الجديده بشائر الخير المستقبل العبور تقريبا صح والعبور شباب الجزيره كمان مركز شباب الجزيره ومركز شباب الجزيره من اهم المراكز مقر النادي الاهلي مقر النادي الاهلي مهم يا كابتن اعضاء النادي الاهلي مش عارفين يبقوا فين مهم قوي المنيل المهندسين العابدين وسط البلد الزمالك دول مش عارفين يروحوا مدينه نصر ولا يروحوا الشيخ زايد فعملنا لهم في مركز شباب الجزيره هتخدم اعضاء النادي برضه اكيد الحقيقه عندنا برضه كمان الاسمرات هاي الاسمرات والله في الاسمرات ان شاء الله هروح ادرس هذا الموضوع برضه دي حاجه برضه زي البشائر الخير كده انت عارف طبعا ده على مستوى عالي وكمان مهم كمان يا كابتن وحضرتك يمكن قلت لي انك مش على المستوى المحلي انت كمان مهم جدا على المستوى الافريقي يعني انا شايف ان كمان وجود اكاديميات النادي الاهلي في بعض البلدان الافريقيه انا في وجهه نظري من الناحيه الفنيه انت ممكن جدا تكتشف لعيب لسه عنده 13 14 سنه ودي النقطة اللي هتكلم حضرتك فنيا فيها ان الربط ما بين الأكاديمية وقطاع الناشئين والفريق الأول دي اعتقد حضرتك اللي قلت ان لازم تكون دي موجودة يعني انا خلاص انا حققت يعني هحاول احقق هدف مهم جدا ان انا اول حاجة اطور المدرب كويس لو ما قدرتش اطور المدرب ما قدرتش اطور اللاعب طب فعندي البرامج اللي هي كلها أنا يعني من خلال يعني من خلال خبرات دي كلها عندي مثلا آلاف البرامج اللي من خلالها تديها للمراحل السنية المختلفة دي هنعملها بإذن الله الحاجه الثانيه ان انا عايز بقى اشوف بقى قطاع الناشئين بدل ما يعمل اختبارات بالالاف كل سنه وتيجي اللعيبه بتيجي من مسافه بعيده بتاع ما بيبقاش فيه طبعا اللعيب ما بيبقاش عنده قدره يتمرن ويجي يتمرن وهو تعبان بيجي مثلا من 5 ساعات من المنيا مثلا صحيح فانا اخلي قطاع الناشئين ده يطلع لعيبه للقطاع الاكاديمي يطلع قطاع بدل ما تدور اجيب لك 200 لاعب كل
كل سنه اجيب لك 200 لاعب جاهزين تاخد منهم، هتلاقي بقى لعيبه مؤسسه تاسيس صحيح متمرنه صح طبعا. بالعكس كمان على ملاعب، على كل الملاعب دلوقتي اصبحت ملاعب على اعلى مستوى، مراكز الشباب اللي موجوده حتى على مستوى مصر اصبحت مراكز الشباب على اعلى مستوى. مفيش حاجه اسمها ملعب سيء، كل النادي الاهلي دلوقتي بيعمل في كل الانديه اللي هي اتعمل فيها ارتفيشال تيرف او النجيل الصناعي، الملاعب 11 ضد 11 موجوده. زمان كان مثلا بنعمل اكاديميات 5 ضد 5 ده حقيقي، دلوقتي خلاص 11 ضد 11 وملعبين ونادي الاهلي عادي ملعب جاهز يعني. النادي الاهلي دلوقتي بيعمل اكاديمياته في اماكن يعني. كلها اماكن تستطيع من خلالها تطلع لعيب كويس. السنه دي ان شاء الله وانا يعني يا رب يوفقني ان اقدر اطلع حوالي 200 300 لاعيب على مراحل سنيه مختلفه في قطاع الناشئين، وكمان الباقي لو قطاع مش عايزهم اقدر كمان انا اسوقهم بره. صحيح، لان اللعيب انت عايز سنتين ثلاثه صحيح هسيب الاكاديميه، فبدل ما اسيب الاكاديميه او دي انديه اخرى ابيع مثلا او اتصرف او اعير او اي حاجه، لان انا عندي دلوقتي ممكن اسجل لاعبين في الاكاديميات. طب عشان الناس تفهم، عايزين سن الاكاديميه يبقى بيبدا من 4 لحد 15 سنه، من 4 سنين ل 15 سنه. لكن اللي عايز يجيب ابنه من 15 ل 20 انا عندي برضه ملعب مخصوص ليهم، عايزين اطلع لعيب يمرنه في مكان كويس في مكان نظيف يمكن يروح يلعب في نادي اقدر، او ممكن انا اخذ انا في النادي الاهلي. صحيح، يعني بعدد محدود من 40 ل 50 مثلا في بس كل متوفر يعني متوفر. حتى بعد الناس بتيجي ناس عايزه حلو قوي. يعني جالي النهارده واحد 20 سنه عايز يتمرن في الاكاديميه، قلت له 20 سنه، قال لي لا يا كابتن هتمرن تعلمني وتعال مثلا. ما رفضوش لانه بيني وبينك انا عندي برضو المدربين اللي عندهم القدره. فانا زي ما بقول لك باختصار شديد جدا ان انا عايز اخلي بجانب الاستثمار يعني استثمار مالي يكون في استثمار فني بشري. طيب دي حته مهمه جدا يا كابتن. تمام، شيء مهم جدا طبعا الاستثمار الفني كمان مهم غير الاستثمار المادي، ده شيء مهم هيفيد طبعا الفريق الاول وقطاع الناشئين كله. نروح لفاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن الكبير الكابتن شطر. أكاديميات الأهلي اللي كنا بنتكلم عليها يمكن قبل الفاصل دي من أفضل الأكاديميات أو من أفضل المشروعات الحقيقة اللي افتتحت وبيتم افتتاحها في الوقت الحالي. صحيح في تحديات برضو بتواجه الأكاديميات دي، لكن زي ما كنا بنقول إنه النادي الأهلي حريص كل الحرص إنه يقوم بعملية النهوض بالرياضة المصرية وبالكرة المصرية أو الكرة بشكل عام في مصر. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن 13 أكاديمية وخمسة إن شاء الله هيتم افتتاحهم، والحقيقة كمان مش عايزين نغفل دور الأكاديميات اللي هيتم افتتاحها برضو في أفريقيا. إحنا عندنا في أنجولا، في السودان، في إيه تاني كابتن شط؟ في غانا. في غانا إن شاء الله ده هيتم في القريب العاجل، صح؟ هيتم في في دراسات المدى القريب يعني إن شاء الله. وعايزين نقول يا جماعة إنه القارة الأفريقية كمان يمكن يعني من القارات اللي تعتبر إيه منجم المواهب، يعني النهاردة ما فيش حتى نادي أوروبي بيستغنى عن لاعب أفريقي، صحيح؟ فدي برضو واحدة من الاهتمامات اللي في ذهن واعتبار النادي الأهلي يا كابتن شط. انا اول ما قعدت مع الكابتن محمود الخطيب من فتره كان عامل برنامج او في البرنامج الانتخابي كان حاطط فتح اكاديميات في افريقيا، فكلفني بالمهمه دي وانا لسه عضو لجنه وانا لسه في اتحاد افريقيا. الكلام ده من سنه تقريبا، وانا عملت له دراسات وكده واستنيت لحد ما الامور بقى دخلت الكورونا وكده اتعطلت الامور. فلما انا جيت في الاكاديميات كان برضو قعد معايا اكتر من مره وقعد مع لجنه التخطيط انه عندنا هدف مهم جدا لاستكمال البرنامج الانتخابي انه موضوع الاكاديميات يتحقق. اول حاجه عملتها اتصلت بالسودان، اتصلت بنادي الهلال لانه انت عارف التوامه ونادي الهلال اسم كبير يعني تقدر من خلاله تعمل اكاديميات مش واحده تبقى تعمل 10 كمان. واتصلت بقى بغانا واتصلت بقى هتصل بانجولا وجلبرتو والناس دي موجودين هناك وفلافيو وعندنا فيليكس في غانا لو فاكر فيليكس ابو وادي فيليكس اللاعب الغاني. فيعني ده هدف كبير جدا ان شاء الله انا هقدم للجنه التخطيط بروبوزال او عرض كامل متكامل في كيفيه اللي هتبقى اكاديميه شكلها ايه. ما ده اللي يعني عايز اتكلم مع حضرتك فيها. كويس انك بنفتح اكاديميات، لكن برضو عشان نبسط الناس الصوره ايه دور الاكاديميات ديت. يا ترى في يوم من الايام هنجيب 3-4 لعيبه من افريقيا من اكاديميات النادي الاهلي للفريق الاول عشان يلعبوا، يبقى احنا عملنا استثمار هايل في دفع المبالغ ان احنا جايبين الولاد من اكاديميه النادي الاهلي مثلا في غانا
ولد صغير جاي اتربى في النادي في الاكاديميه جاي على النادي الاهلي، المشروع ده حضرتك شايفه ازاي؟ والله الدراسه دي في ثلاث دراسات موجوده، دراسه انك انت ترعى من 8 ل 12 او من 14 ل 16، لكن وجدنا انه افضل حاجه تبدا من 14 ل 18. من 14 ل 18 ليه؟ عشان في خلال 3 سنوات تقدر تطلع لعيب كويس، لكن من 4 6 8 سنوات لسه بدري عليه قوي، مش هتشوفه بدري قوي، ممكن ايه ممكن تخسره في الطريق يحصل له يعني، فبالتالي تكلفه على الفاضي. لحد دلوقتي الدراسه اللي بتتعمل دي برضه محتاجه لخبراء معانا يكونوا موجودين فيها، عندهم خبره زي برشلونه مثلا وريال مدريد، الحتت دي عندهم اكاديميات في افريقيا، اكاديميات هنا بياخدوا لعيبه على طول بيودوا. انا بقى الاستثمار هنا، هل تبدا انك انت تعمل اكاديميات زي الاكاديميات اللي هنا، ولا تخش بانديه هناك صغيره تحط فيها لعيبه 20 لعيب 25 لاعب وتبدا يلعبوا ومع نادي تعمل بارتنرشيب مع نادي والنادي ده بقى اي لعيبه فيه كويسه بيروح، وانت ممكن تاخد كمان من لعيبه ثانيه تحطهم في هذه الاكاديميه، ونقدر من خلالها برضو للنادي الاهلي ولخارج النادي الاهلي تبقى استثمار وفلوس داخله، فلوس داخله حتى تبيع الانديه الثانيه بالظبط. ودي طبعا مشروع لسه هيتقدمه ولازم توافق عليه من لجنه التخطيط ولجنه اسمه ايه ده مجلس الاداره. وعندي بقى يعني حاجات تانية، هل تبقى في ملاعب طبعا موجوده هناك محتاجه انك انت تصينها، ولا هو في ملاعب جاهزه؟ يعني هتبقى في تكلفه موجوده فيها في الاول، لكن لازم نعمل لها يعني حسبه اقتصاديه كويسه، عشان دلوقتي انت اللعيب بتجيبه ب 10 مليون و 20 مليون انت محتاج يعني لو انت 3 4 لعيبه عايزك 100 مليون. وفي مجال انك تستفيد من اسمك القاري ومن امكانياتك لاكتشاف المواهب دي، ما فيش شك. بس انا بتكلم دايما على نقطه مهمه جدا، ان احنا دايما يعني، وده اعتقد ملف قدام مجلس الاداره، انك نوفر شويه من الملايين اللي بتتصرف ونجيب لعيبه من بره. لو حطيت البادجت ده في القطاع الناشئين والاكاديميات، انت مش بكره، احنا بنتكلم على ممكن خلال 3 4 سنين 5 سنين مينيمم. هيجي لك العائد يا كابتن شط. لا لا، وبعدين في افكار ثانيه، انك انت ممكن تجيب لعيب جاهز هناك برضو، تاخده مثلا بمبلغ قليل وتعمله ديفلوبمنت هناك تطوره بالظبط، وبعدين تجيبه بقى خلاص بقى ايه، تحطه هنا معاك سنه مثلا او 6 شهور وتدفع بيه. بس دي محتاجه مننا كمان لتنسيق بين قطاع الناشئين والقطاعات اللي هي بتاعت الاكاديميات الخارجيه. صحيح. دي طبعا، لان انا لو ما فيش اجيب لعيب وبعدين في الاخر ما يلعبوش وبعدين اصرف عليه وفي الاخر اللعيب لا، فلازم يكون عندها برضو استراتيجيه موجوده، مجلس الاداره يبلغ او لجنه التخطيط تبلغ، عشان ممكن يجي لعيب مثلا برضو المدرب ما يجي يقول لك والله انا مش عايزه، دي حاجه طبعا وارده، لان في لعيبه موجوده دلوقتي في الساحه ما بتلعبش مدفع فيها ملايين، معناه انه هل المدرب اللي اختار اللي جاي، ولا انت تختار له ولا يجي؟ لا لا، ده ملف صعب، ملف صعب جدا. بنتمنى لحضرتك كل التوفيق فيها ان شاء الله. بس في اخر حاجه بقى واحنا بنختم، فعلا والله العظيم حديثك ممتع جدا، لكن كنت متوقع ان البايرن يفوز النهارده ولا ايه؟ كنت فرحان ولا زعلان بعد النتيجه؟ انا عايز اعرف. انا بزعل على نيمار، بس نيمار لعيب كويس. يبقى زعلت. بس نيمار لعيب كويس، بس مش عارف، مش عايز ينتج زي ميسي او زي رونالدو. لعيب كويس قوي، اغلى لعيب في العالم يا كابتن هاني، 175 باين. انا مش السنه دي طلع مش ملوش حاجه يعني. يعني زعلت النهارده يا كابتن شط؟ انا ما زعلتش قوي يعني، بس انا ما بتعرف الالمان، انا بالنسبه لي اهو الالمان اهو زي حضرتك شايف فرحه الالمان طبعا. الالمان يعني طبعا فرحتهم بعد طبعا اعتقد يعني انا في اعتقادي الشخصي، مش عشان انا متحيز لالمانيا، مش متحيز يا راجل انت، اذا كان متحيز في المانيا ولا حضرتك عارف، لكن على الاداء اللي عملوه خلال السيمي فاينال وال لا لا، عملوا انجاز، ثلاث بطولات مش ممكن، واخدين ثلاث بطولات. المدرب ده هيختاروه احسن مدرب في العالم، المدرب اللي خد مع بايرن ميونخ ده. لا، وكمان على مستوى الاداء الفني والرقي اللي لعبوا بيه حتى قدام برشلونه وبيلعبوا، لا يعني لا 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 لا، فريق انا بصراحه يعني بس اغلبه من منتخب المانيا كلهم تقريبا 70% يعني كل مولر والالمان ودولسكي كل الالمان تقريبا بيلعبوا. للناس الفرحه بقى بالصوت والصوره ما شاء الله. لا بس يعني يستحقوا هذه البطوله. الالمان في كره القدم دلوقتي هم الطب. فاتوا بقى اسبانيا وفاتوا انجلترا تقريبا السنه دي، يعني عندهم بقى فرقه قويه جدا. لكن انا اساسا انا يعني ما بشجعش باريس سان جيرمان، انا بشجع بس الواد كابتن شطه. نورتنا. عايزين تخلصوا مني؟ لا والله لا، نورتنا بجد. احنا كنا عايزين الحلقه تطول، لكن ده التوقيت اللي بيحرجنا يعني هو التوقيت. لا انا سعيد جدا ان شاء الله حضرتك ان شاء الله هتكون موجود، لان حضرتك يعني عندك خبرات كبيره وماسك ملف مهم جدا في ملف طب الاكاديميات وقطاع الناشئين. ان شاء الله يعني نتواصل مع حضرتك وتكون دايما موجود معانا ان شاء الله. دايما ان شاء الله. بيتك كبير وانا ابن النادي الاهلي، في اي وقت انا
ببقى سعيد جدا اكون مع اي حد بينتمي للنادي الاهلي. البيت الكبير ده بيت بيجمعنا كلنا. انا بشكركم جدا وسعيد جدا بهذه الحلقه الحقيقه. شرفتنا يا كابتن شطه. شرفتنا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين. كانت نهايه حلقات النهارده من البيت الكبير. ان شاء الله بكره في نفس الميعاد من 10 ل 1 في بيتكم وبيتنا في البيت الكبير.